هيدي مش بس قصة بنية هبطت راح قتلها، زعلنا وحدينا. هيدي قصة بلد داير فيه الفساد والسرقة والكذب والنصب والاحتيال والغش والتفشيخ والتفشيط والإهمال وغض النظر لوقت كتير طويل. صار الإنسان فارغ وسطحي، ومعاد حدا يعرف لأي درجة عم بيضر حاله. ما بيصدقوا العقل، يعني انه في مباني لها 50 سنة و60 سنة، انه هاي مباني عايشة على مثل ما بيقولوا على القدرة الإلهية. يعني أول شيء هذه كارثة، يعني تاني شيء يعني هذه معاناة 30 سنة 40 سنة ما في لا تنظيم مدني ولا في محسوبيات ورشاوي، هذه هي النتائج. بناية اللي هوت الأشرفية هلا بناية حسب ما فرجوا ريبورتاجات على التلفزيون، إنه في شخص فرجوا إنه الحجر رملة أول شغلة، وبناية قالوا إنه يوم عيد الميلاد وقع منا عمود وبالكون. إهمال إهمال من الدولة، إهمال من صاحب الملك، ما حدا قدم شكوى. يعني لازم المفروض كان السكان هن يعطوا خبر، بس ما بعرف هذا بعدين قضاء وقدر. يعني ليش المفروض كل هذه المباني القديمة يكون في إلى ترميم كل فترة؟ يعني المفروض في لجنة تكون عن البناية إلى علاقة بالنقابة بالدولة. يعني كان في تقريبا إنه كأنه إنذار إنه البناية بدها توقع، بس ما حدا تنبه لهذا الموضوع، يعني ما في مين مهتم بهذه المواضيع بكل البلد. هلا بعد ما وقعت البناية وراح فيها كثير اشخاص، هلا صاروا عم بألفوا لجان ليبلشوا بهذا الموضوع. يمكن بعتقد انه تاخر من 50 سنة، بتجي البنية وقفت فجأة رجعت مشيت. كيف مشي؟ ما في محاسب، ما في ديوان محاسب، ما في تنظيم مدني، كله هذه رواسب النظام اللي كان حاكمنا 60 سنة. اللي بيتحاسب على هالموضوع يعني بفتكر انا صاحب الملك. اول شيء صاحب البنايه هذا استهتار من الدولة وقلة مسؤولية منها هي. البلدية المهتمة بهيدي القصص أهم شيء مسؤولية الدولة. بس المهم الواحد مش بس يشهد على المشكلة ويغضب، لأنه غضب الأهالي ب10,000 ليرة وبيصير وقتها شاهد زور. أهم شيء بهيك أيام الواحد يرجع يعيد حساباته ويفحص ضميره، لأنه هيك مشاكل صارت عم بتطلنا حتى نحن وقاعدين بالبيت وعم نهتم بس بشؤوننا.